السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نشوفوا بزاف ديال التعانيق وبزاف ديال ردود الافعال حول المقابله ديال زياش البارحه ضد وسنهام، وكذلك غنشوفوا موقع العالمي goal.com اشنو قال عليه، وكذلك الجمهور اللي دار واحد الهجمه تاريخيه على زياش. غنشوفوا كاملين هادشي دابا. كيما شفنا الخوت زياش البارح بدا كاساسي مع تشيلسي وصنع هدف قبل ما يخرج لصالح كالوم هولتون اودوي في الدقيقه 64، كما شفنا مع خرج زياش مع هدف الفوز ديال وسنهام. هذا دليل على ان زياش كان محرك خط الوسط وكيعطي دافع للخط الهجومي. دابا غنشوفوا بزاف ديال التعاليق اللي حطاتهم صحيفه ديال goal.com. نخليكم مع التعاليق. قبل ما نشوف التعاليق شوفوا بعد العنوان الفخم اللي دارته الصحيفه: مبهر وتمريراته فخمة، ردود الأفعال على زياش وبن رحمة بقمة تشيلسي ووستنهام. تمريرات فخمة، زياش لا يحصل على التقدير الكافي عندما يتألق، تمريراته الحاسمة كانت ممتعة في الفخامة. الإبهار الحقيقي، كل منبهر بهدف مونت، ولكن الإبهار الحقيقي في أسيست زياش بكل صراحة. هدف خيالي، يا له من هدف، كرة على الطائر رائعة من مونت وتمريرة عظيمة من زياش، هدف خيالي. مستويات مبهرة، نعم زياش حقا يقدم مستويات مبهرة من دون أدنى شك. جائزة بوشكاش، يا له من هدف ويا لها من تمريرة من زياش وإنهاء رائع من مونت بطريقة فنية مذهلة، يستحق جائزة بوشكاش. كما شخوت صراحة الجمهور ديال تشيلسي كيقدر زياش وكيحييه، ولكن كنتمناو المدرب طوخيل يبقى بحال هكا من دابا حتى نهاية الموسم باش ميخليهش يحطو في الدكة عاوتاني بما فاتو انتقالات شتوية، حيت كنظن ان زياش